بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نعم، كنت قد وعدتكم في الحصة السابقة أننا سننجز حصة تطبيقات اللغوية صفحة 42 43. نعم، مرجع جديد في اللغة العربية طبعة 2020. إذن السؤال الأول: أستخرج الكلمات المنتهية بتاء من الفقرة الأولى وأبين سبب كتابتها مربوطة أو مبسوطة. إذن في السؤال الأول سنقوم باستخراج الكلمات المنتهية بتاء من الفقرة الأولى من النص السابق، ونبين سبب كتابتها، لماذا كتبت مربوطة ولماذا كتبت مبسوطة. نعم، لدينا هنا كانت، لاحظوا معي كانت، إذا تكتب بتاء مبسوطة في آخرها. مدينة فاس ومراكش تزدانان داخل أسوارهما بالمساجد والأسواق النشطة. نعم، النشطة كتبت بتاء مربوطة في آخرها. وكانت الحنفيات كذلك والمنازل مزودة بالمياه. كان كما كان الحرفيون يزاولون أعمالهم في أسواق مختصة، كذلك لدينا مختصة، ويخضعون لقوانين منظمة. كانوا ينقشون الفضة، نعم لاحظوا معي الفضة التي تجلب من سوس، ويطرقون الحديد الذي يستخرج من الساحل المتوسط، ويشكلون النحاس الذي يأتي من تادلة، كذلك كلمة تادلة تكتب بتاء مربوطة. وكان الحائكون ينسجون أثوابا ذات جودة عالية، لدينا كلمة جودة وكذلك عالية، من الحرير والقطن والصوف. إذا هذه الكلمات التي تكتب بتاء في آخرها. إذا لأجل ذلك سوف نقوم بكتابتها في هذا الجدول. هذا الجدول يتضمن الكلمة تكتب التاء السبب. إذا الكلمة الأولى لدينا، كانت، نكتب كانت، ثم لدينا النشطة، ثم لدينا الحنفيات. الحنفيات هو الصنابير، الحنفيات، ثم مزودة، مزودة، ثم لدينا مختصة، مختصة، ثم لدينا منظمة، منظمة، ثم لدينا الفضة، لدينا الفضة. إذا في هذا السؤال سنستحضر القواعد المتعلقة بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة، في الكلمات. تادلة، تادلة، ثم جودة، ثم عالية، جودة، ثم عالية، ثم عالية. إذا لدينا هذه الكلمات التي استخرجناها من الفقرة الأولى والتي تتضمن تاء مبسوطة أو مربوطة. لدينا كلمة كانت، إذا تكتب التاء، إذا نقول مبسوطة، تكتب مبسوطة. السبب، إذا لماذا السبب؟ إذا السبب لأننا، أو تنطق، تنطق، عند الوقف ساكنة. نعم، كما أسلفنا في درس التاء المربوطة.
إذن بالنسبة للتاء في آخر كلمة كانت، نعم، أمام فاصلة أو نقطة ننطقها كانت، إذن تنطق عند الوقف ساكنة. بالنسبة للنشطة، نعم، هنا مربوطة، تكتب التاء مربوطة. لماذا؟ السبب ننطقها وتنطق عند الوقف ماذا؟ تنطق هاء، تنطق هاء ساكنة. نعم، إذن نقول النشطة أمام فاصلة أو نقطة أو علامة من علامات الوقف. لدينا كذلك الحنفيات، نعم، تكتب مبسوطة، مبسوطة. إذن لماذا؟ لأنه جمع، نعم، مؤنث، جمع مؤنث. لذلك هذا السبب ننطقها عند الوقف ساكنة، نقول الحنفيات. إذن تكتب هنا مبسوطة لأنه جمع مؤنث. لدينا مزودة، إذن هنا مربوطة. لماذا؟ دائما تنطق عند الوقف هاء ساكنة. نعم، تنطق عند وقف هاء ساكنة. لدينا كلمة مختصة، لاحظوا هنا مربوطة، نعم. لماذا؟ كذلك تنطق عند الوقف هاء ساكنة. نفس التعليل. منظمة كذلك مربوطة، كذلك تنطق عند الوقف هاء ساكنة. الفضة مربوطة، نقول الفضة منظمة مختصة إلى آخره. كذلك هنا تنطق عند الوقف هاء ساكنة. تادلة، نعم، تنطق مربوطة، نعم، كذلك تنطق عند الوقف هاء ساكنة. جودة أو جودة مربوطة، كذلك تنطق عند الوقف هاء ساكنة. عالية، تاء تكتب مربوطة، تنطق عند الوقف هاء ساكنة. إذا هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، أستخرج من النص جملتين فعليتين. إذا سوف نستخرج من النص جملتين فعليتين. كانت مدينة فاس ومراكش تزدانان داخل أسوارهما بالمساجد والأسواق النشطة، وكانت الحنفيات والمنازل مزودة بالمياه، كما كان الحرفيون يزاولون أعمالهم في أسواق مختصة ويخضعون لقوانين منظمة. إذن يخضعون لقوانين منظمة، هذه جملة فعلية. إذا نكتب الجملة الأولى، يخضعون منظمة. نعم، هذه جملة فعلية لأنها تبتدئ بالفعل يخضع. يخضعون لقوانين منظمة، هذه الجملة الأولى. كانوا ينقشون الفضة التي تجلب من سوس ويطرقون الحديد، يطرقون الحديد، هذه كذلك جملة فعلية تبتدئ بالفعل يطرق. إذا نكتب، نكتب يطرقون، يطرقون الحديد، نعم، يطرقون الحديد، كذلك جملة فعلية. نعم، السؤال الثالث يقول أشكل ما تحته خط، نعم، داخل النص، في النص، نعم، لدينا وكان
نعم، وكان قصب السكر، يعني كان قصب السكر ينمو بكثرة في المزارع المحيطة. إذن سوف نشكل هذه الجملة. نعم، وكان قصب السكر ينمو بكثرة في المزارع، نعم، المحيطة. رابعا، أصنف كلمات الجمل في الجدول حسب أقسامها. في الجدول الجملة، الأسماء، الأفعال، الحروف. إذن سوف نقسم، نعم، أجزاء هذه الجملة أو مكونات هذه الجملة إلى أسماء وأفعال وحروف. إذن نبدأ الجملة الأولى: يمارس الحرفي العمل في السوق. إذن هذه الجملة جملة فعلية تبتدئ بالفعل يمارس. إذن الأسماء، نعم، يمارس فعل الحرفي. إذن الحرفي هو من الأسماء، نكتب الحرفي، نعم، الحرفي، نعم. ثم لدينا العمالة، العمالة كذلك هو اسم. إذن عارض العمالة في، نعم، فيه هو من الحروف. إذن فيه هو حرف جر، نكتبه في خانة الحروف. في السوق، نعم، السوق، نعم، السوق كذلك هو من الأسماء، نعم، السوق. ثم بقي الفعل يمارس، إذا نكتبه في خانة الأفعال، يمارس، نعم. إذا بالنسبة للجملة الثانية: طرق الحداد الحديد بالمطرقة. لاحظوا معي الفعل هنا طرق، إذا نكتبه، هو فعل نكتبه في خانة الأفعال، طرق. الحداد هو اسم، إذا نكتبه في خانة الأسماء، الحداد. الحديدة كذلك هو اسم، نكتبه في خانة الأسماء، الحديدة. بالمطرقة، ب هو حرف الجر، ب، نعم. المطرقة هو اسم، المطرقة هو من الأسماء، نعم، المطرقة، نعم. لدينا الجملة الثالثة: الحائك ينسج أثوابا من الصوف والقطن. الحائك هنا اسم، نعم، نكتبه في خانة الأسماء، الحائك. ينسج، نعم، لدينا الفعل هنا ينسج، إذا نكتبه في خانة الأفعال، ينسج، نعم. أثوابا، نعم، أثوابا هي من الأسماء، نكتبه في خانة الأسماء، أثوابا، نعم. من، نعم، من هو من الحروف، إذا هو من حروف الجر، نكتبه في خانة الحروف، من. صوفي، نعم، هو اسم، صوفي. ولدينا حرف العطف و، إذا نكتبه في خانة الحروف و. ثم القطني هو من الأسماء، نعم، نعم، القطن. إذا السؤال الخامس: أملأ الجدول بما يناسب. لدينا الضمائر: فعل ماضي، فعل مضارع، أو فعل أمر. لدينا الضمير أنت، ولدينا الفعل في زمن المضارع تدخل. إذا ماذا نقول في ضمير مخاطب أنت ولكن في زمن الماضي؟ ماذا نقول؟ نقول دخلت أنت، نعم، دخلت. فعل مضارع تدخل، فعل أمر ماذا نقول؟ أدخل أنت، أدخل، نعم،
نكتب ادخل ادخل. نعم هنا يجب أن تنتبه إلى الهمزة هنا، نعم هي همزة وصل، نعم فوقها نكتب فوق الألف الضمة، نعم ولا نضع الهمزة كما يفعل بعض التلاميذ. نعم لدينا الخانة الثانية أنت ضمير المخاطبة، نعم وفعل الأمر أنسجي، فعل ماض أنت، نسجت أنت، نسجت ضمير المخاطبة، نسجت أنت، نسجت فعل مضارع، نقول أنت تنسجين، أنت تنسجين، الفعل الأمر أنسجي. الآن أنتما رسمتما، أنتما رسمتما، أنتما ترسمان، أنتما ترسمان، نعم. ثم فعل الأمر مثنى المخاطب، مثنى المخاطب، أنتما أن أرسما، أرسما، أرسما. أنتم كتبتم، ثم أنتم في الزمن المضارع، أنتم تكتبون، نعم أنتم تكتبون، نعم. ثم في زمن الأمر أنتم اكتبوا، أنتم اكتبوا. أكتب التاء المناسبة وأعلل كتابتي، إذا سوف نتمم هذه الكلمات بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة، أي تاء مناسبة، ونعلل الجواب. نعم لاحظوا معي هنا أستاذة، إذا أستاذة، نعم نكتبها بتاء مربوطة، لماذا؟ لأننا ننطقها عند الوقف هاء ساكنة، نقول أستاذة، إذا أستاذة، أستاذات. الآن هنا جمع أستاذة، إذا هو أستاذات، نعم أمام علامة من علامات الوقف نقول أستاذات، إذا هنا نطقنا التاء ساكنة ولم ننطقها هاء ساكنة، نطقناها ساكنة، إذا سوف تكتب بتاء مبسوطة، أستاذات. قوة، قوة، إذا هنا نكتبها بتاء مربوطة، قوة، قوة. لدينا هنا قوت، نقول قوت، إذا سوف ننطق، نعم نكتبها بتاء مبسوطة. استراحة، استراحة، إذا نطقناها هاء ساكنة، إذا يتعلق الأمر بالتاء مربوطة، استراحة. استرحت، استرحت، إذا سوف نكتبها بتاء مبسوطة، نعم. رسمت، رسمت، إذا لاحظوا نطقتها تاء ساكنة، إذا سوف نكتبها بتاء مبسوطة. مدرسة، مدرسة، إذا هنا سوف نكتبها بتاء مربوطة. مدرسة، مدرسة، سوف نكتبها بتاء مربوطة. إذا نعيد الكلمة، إذا نطقنا التاء هاء ساكنة، إذا سوف تكتب بتاء مربوطة، وإذا نطقناها بتاء ساكنة وليس هاء ساكنة سوف نكتبها بتاء مبسوطة. سابعا، كتبت ليلى هذه الفقرة لكن علامات الترقيم لم تكن تساعد على القراءة الجيدة للنص ولا توضح المعاني، أضع هذه العلامات في مكانها الصحيح في الفقرة. إذن هنا لدينا النقطة الفاصلة، النقطتان، علامة استفهام، علامة تعجب، ثم المزدوجتين، ثم أقرأها، نعم من جديد، نعم. إذا لدينا النص، إذا هذا النص كتبته ليلى لكن علامة الترقيم لم تكن تساعد على القراءة الجيدة وكذلك توضيح وفهم المعاني. إذا ماذا نقول؟ سوف لاحظوا معي، سوف أقرأ النص لكي نعم نعرف علامات الترقيم المناسبة أمام كل جملة. هل سبق لكم أن زرتم مدينة مكناس؟ إذا لاحظوا معي هذه الجملة سبقت بالحرف هل، وهو نعم هو أداة من أداة الاستفهام، نسأل بها هل سبق لكم أن زرتم مدينة مكناس؟
لاحظوا إذا ماذا سنضع أمامها؟ علامات، علامات استفهام. إنها مدينة عتيقة، لاحظوا معي هنا، إنها مدينة عتيقة. إذا ماذا سنضع هنا؟ نضع فاصلة فقط، نضع فاصلة فقط. تزخر بمآثر عدة، تحدثنا أسوارها عن مستوى التقدم العمراني الذي بلغه المغاربة قديما. كذلك هنا وضعت نقطتين، إذا سنضع عن فاصلة فقط. قال لنا المرشد السياحي ذات مرة، إذا عندما ننسب قولا إلى شخص ما ذلك القول، إذا سوف نضع نعم عوض علامة التعجب نضع نقطتان، نقطتان هنا. قال لنا المرشد السياحي ذات مرة نقطتان، ثم سوف نفتح المزدوجتين هنا، لأن هذا الكلام ليس لليلى وإنما للمرشد السياحي. ما زال كثير من الناس، إذا هذه المزدوجتين سنفتحهما هنا، إذا هنا مزدوجتين هنا، نعم. ما زال كثير من الناس يجهلون مآثر مدينة مكناس. إذا هنا عوض النقطة سنغلق المزدوجتين، لأن هذا الكلام منسوب إلى المرشد السياحي. قلت له، نعم لاحظوا هنا، قلت له إذا سوف نضع نقطتان، أو سوف نضع نقطتين هنا، لأن هذا القول منسوب إلى ليلى. قلت له ما هي هذه المآثر؟ إذا ما هي هذه المآثر؟ نعم سوف نضع هنا علامة استفهام، لأن ليلى سألت المرشد السياحي. فقال نقطتان، نعم قال نقطتان، سجن قارة الذي يقع تحت سطح الأرض. إذا هنا سوف كذلك نضع مزدوجتين قبل سجن، إذا نقطتان ثم مزدوجتين، الذي يقع تحت سطح الأرض. إذا هنا سوف لا نضع المزدوجتين هنا، لا نغلقها هنا. وباب المنصور الضخم الذي يضم زخارفا وحروفا لا تمل العين رؤيتها، الفصيلة فقط. أما المساجد والمدارس فما أكثرها وما أجمل زخرفتها. إذا هنا فاصلة كذلك، وما أجمل زخرفتها، ثم نغلق المزدوجتين. إذا أعيد، هل سبق لكم أن زرتم مدينة مكناس؟ علامة استفهام. إنها مدينة عتيقة، فصيلة. تزخر بمآثر عدة، تحدثنا أسوارها عن مستوى التقدم العمراني الذي بلغه المغاربة قديما، فصيلة. قال لنا المرشد السياحي ذات مرة نقطتان، نفتح المزدوجتين لأن هذا القول منسوب إلى نعم المرشد السياحي. ما زال كثير من الناس يجهلون مآثر مدينة مكناس، نغلق المزدوجتين. قلت له، نعم نقطتان، ما هي هذه المآثر؟ نعم هذا قول نعم ليلى. فقال، نفتح المزدوجتين، سجن قارة الذي يقع تحت سطح الأرض، فاصلة، نعم هنا فاصلة، نضع فاصلة. وباب المنصور الضخم الذي يضم زخارف وحروفا لا تمل العين من رؤيتها، فاصلة. أما المساجد والمدارس فما أكثرها، فاصلة. وما أجمل زخرفتها، نضع علامة نعم تعجب هنا، نضع علامة تعجب، ثم نغلق المزدوجتين. نعم هنا علامة تعجب، المرشد السياحي نعم أعجب بزخرفة المساجد والمدارس. إذا أعزائي عزيزتي، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. أضرب لكم موعدا في الحصة المقبلة إن شاء الله، إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى الملتقى.